Aguantadme. يا سيد تمام. مين مين معي؟ ويلسون سرقوا لي سيارتي يا سيد تمام، عشي للحقن. يا ماما سرقوا لك سيارتك؟ دلني عليا. راحوا من هالشارع، بس سيارتي مش كتير مزبوطة، يمكن تقطعن. فإذا هيا وراي. يلا انجح. يا حي يا حن يا سيد تمام القطن، الهيئة السيارة قطعتان. هيا استوب استوب استوب، محلكم محلكم محلكم، اعطوني وراء السيارة. تفضل يا سيد تمام، السيارة سارقنا مش لقلنا. بعرف مالك السيارة ويلسون الميلسون، وانت اعطيني هويتك. تفضل ويلسون الميلسون، اعطوني وراء الميكانيك. سألوا لقلوا وين حطتون. يا سيد تمام في السنة واحدة مكسورة عليا. مكسورة سنة، معك اطفائية؟ اطفائية لا ما معي. اها حلو كتير، ولما شلحناه اياها ما كان حاطط السنتور. شرف. نعم. فاذا زبط على السنتور، وهلا قديش بدكم مصاري كاش لتردوا له اياها؟ 4000 دولار. سمعت بعينك؟ هلا بص 4000 دولار وزيد عليهم 50000 ليرة للميكانيك و50 للأطفائية و50 للسنتور، بيصيروا 4100 دولار. تقدر تدلك سيارة من الحرامية، مفهوم؟ مفهوم. يلا يا سيد تمام، حط ايدك معنا شوي للقطة. أكيد. يلا يلا يا ويلسون، حط ايدك معنا. حط ظهري بيجعني كمان، بدي اتفشل. خلصني بقى عن شارع. يلا لي ما بتصلح سيارة لي لحتى تعذبني وتعذبان، يعني بشوم عليك شعب بلا مسؤولية. يلا حط ايدك معك، حط حط عالقولة يا حرامية، عالقولة عالقولة يا غشيم، وانا كلمة عم تعذبني.